دولي ومحيط. ما هو خطر رينا الامريكان خدموا على هذايا. كان اللي مشاو لافغانستان منهم السيد اسامه بن لادن كان تحت خدمه امريكا وتحت خدمه ريغان اللي سماهم جنود الحريه، كانوا يخدموا عنده بتعبئه من الدوله السعوديه من الدول اللي هزت لنا شبابنا. حل من الحلول هو تحييد المساجد بالنسبه لي، تحييدها تحييد حلول اخرى صناعه امريكيه. خلينا ناخذ حلول مشاكل هذا التطرف المسلح كان في الاصل صناعه امريكيه، ومشان افغانستان في اطار صراع دولي جند له شباب وتخدمت له كتب وتصرفت عليه مليارات وتعملت له معسكرات، واللي عملوه تحرقوا به. لذلك انا ما على هذاك النهضه ما نحبهاش تحرق بالنار اللي تعمل فيها توا اللي تصنع فيها